الحرب الروسية الأوكرانية قربت تكمل سنة، ويوم عن يوم بنسمع تصريحات ودعم من الدول الغربية الأوكرانية بخصوص الأسلحة. ومن بداية الحرب والأخذ والرد شغال، هذول يصرحوا وروسيا بترد. التصريح اللي بنتكلم عنه اليوم هو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من بعد ما قال خلال مؤتمر صحفي أنه ما عنده مشكلة في تزويد أوكرانيا بالطائرات وإنما بشروط، وعدد الشروط. خلينا نسمعها. La deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. مثل ما شفتوا ماكرون قال إنه ما عنده مشكلة يزود أوكرانيا بالطائرات بشرط ما يؤدي هذا الشيء لتصعيد ولا تستخدم الطائرات في ضرب الأراضي الروسية. طيب مين اللي طبعا ما حيعدي هذا التصريح له؟ يعني أكيد روسيا. ومين أحسن شخص يرد عندهم؟ المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا اللي بتعتبر أستاذة في علوم الردود غير الدبلوماسية. فماريا زخاروفا قالت لي ماكرون إيش هذا الكلام السخيف، ويعني لو الطيارات ما حيضربوا حيعملوا فيها إيش أصلا؟ حيرموا علينا كاندي وشوكولات يعني للناس من الطيارات. وكملت عاد في البهدلة. президент Франции действительно уверен, что если будет поставляться оружие, тяжелое вооружение и самолеты киевскому режиму для ведения боевых действий, это не приведет к эскалации ситуации? Я отказываюсь верить, что такая логика может быть у взрослого человека.